أهلا بكم. حسب مصادر صحفية فإن حزب التقدم والاشتراكية منح تزكيته إلى القيادية البارزة والوزيرة السابقة شرفات أفلال لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة كوكيلة للائحة النسائية الجماعية بمدينة تطوان مسقط رأسها. ترشح أفلال للاستحقاقات الجماعية لأول مرة في مسارها السياسي يأتي بعد تغييرات واسعة عاشها حزب الكتاب على المستوى المحلي بتطوان إثر استقالها جماعية لأزيد من 100 منتخب وعضو والتحقهم بحزب الأصالة والمعاصرة من ضمنهم البرلماني ورئيس جماعة أزلة محمد العربي أحنين. وفي الوقت الذي لم يعلن فيه الحزب رسميا عن باقي وكلائه بإقليم تطوان أفادت مصادر متطابقة بأن الحزب اختار ناشطا شابا بالمدينة كوكيل للائحة الجماعية ويتعلق الأمر بزهير الركاني فيما اختار المحامي بهيئة تطوان عمر بن تحيكت وكيلا للائحة الجاوية. كما رشح حزب التقدم والاشتراكية المحامية بهيئة تطوان نهى المساوي وكيلة للائحة النسائية الجهوية لجهة تطوان بالحسيمة. ووفق المصادر ذاتها يشار إلى أن أغلب الأحزاب السياسية الرئيسية بتطوان قد حسمت أسماء وكلاء لوائحها للانتخابات التشريعية والجهوية المقبلة في واحدة من الدوائر التي تشهد تنافسا حادا بين المكونات السياسية خلال الاستحقاقات الانتخابية، في حين لا زالت أحزاب أخرى تبحث عن أسماء قوية قد تجلب لها أصواتا انتخابية. ووفق متتبعين للشأن المحلي السياسي فإن المنافسة ستكون شرسة بين أحزاب التجمع الوطني الأحرار والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي وحزب الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية للحفاظ على مقاعدها البرلمانية التي ظفرت بها في الانتخابات السابقة، إلى جانب حزب الاستقلال الذي يسعى إلى الظفر بأحد المقاعد الخمس بترشيحه لاسم جديد وشاب. وفي هذا الصدد يبرز 5 مرشحون بقوة خلال الانتخابات البرلمانية من أجل اقتسام المقاعد الخمس للإقليم، وهم كل من رشيد الطالبي العالمي عن الأحرار وأمينة بن عبد الوهاب عن البي جي دي ومحمد العربي أحنين عن البام ومحمد الطوب عن حزب الاستقلال ونور الدين مطالسي الهاروشي عن الاتحاد الدستوري، فيما أربكت وفاة البرلماني الملاحي حسابات حزب الاتحاد الاشتراكي بالإقليم. المشاهدين قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.